ماشي حال الحمد لله الحمد لله. اي والله نوبات تجي قصير، ايش نسوي؟ نخاف شويه وبس يسكتوا. ايش اريد اقول؟ والله ما اعرف ايش اريد اقول. ضروب يخوف، ضروب ان اختيل ببيوتنا، لما ضرب قاعد يهد البيوت، قال لي هد البيوت يا بعد ما يخاف منه. هدت بيوت كثير، بيوت انهدت كثير، بيوت راحت كثير. إيه حتى الجهال عرفت، قامت تعرف الطيارات المسيره القذايف اللي تهد البيوت، اللي ماني شغله ما يحول بعثها. والله نطالب الدول تاكفونهم عنا، شنو نطالب؟ تاكفون هالبلا عنا، هالظالمين عنا كلها. ليش هذه سوريا مي مظلومه؟ هالمكان هذا مو مظلوم؟ هل يجي هذا؟ نطلع والله، والله احنا ما طلعنا. وناس انهزمت وانهدت بيوت، انهدت بيوت، انهدت حتى مثل عندش ربيعات، كم بيت انهد بيه؟ عندش براسي انا الورش هذا كله انهد، الورش القربي كله انهد. احيانا يصير الساعه 10 بالليل، احسن 12 بالليل يصير الضرب، يعني ما حد يامن قاعد ينام هي بالبيت. انه يسعون بامرنا هذا مو حكي يعني، ولا هو شيء يعني الخوف ولا الجهال، النسوان الشياب الكبار يعني شيء مو حوالي بعض، ضرب موت يعني جاي يضربون. كله ضرب شقا شقا شقا، كله على المدنيه وعلى غير وعلى السريع وعلى غير، يعني ما بنضربنا هنا ما بإنسان ضرب ضربه يعني، تقول والله من هنا جاي يضربون ما بي هالشيء هذا كله. اذا طلع من هالمكانات شو بدنا؟ يعني وضع مو مستقر ومو شعب مو مرتاح. طيب على الفاضي يروحون بالشارع يا زلمه شارع، ما عم يوقفوا شيء ولا عم يسوي اي حركه يعني كامان للشعب او كامان للبلد. هي ما فيش لازم نجي هم عشان يوقفوا النيران والمشاكل وكذا، بس هالشيء هذا كله ما يصير هذا الشيء.